وسهلا بكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ نصيرة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير حلقومة المايزينا أو حلقومة الفستق. كنت يعني مقبل درت لكم حلقومة السكر، واليوم إن شاء الله راح نشوفوا طريقة تحضير حلقومة الفستق بالمايزينا. إذا للمقادير نحتاج إلى 2.5 كيسان سكر عادي، كاس مايزينا. السكر والمايزينا يعني انا راني عبرت بهذا الكاس هكذا، مغرف كبيره جيلاتين كما قلت لكم تختاروا البقري او النباتي، هما اللي يكونوا يعني حلال، مغرف كبيره ليمون، مغرف كبيره ماء الورد. وهنا الفستق عندي راني حمصته شويه، 120 غرام فستق، والماء هنا عندي 2 كيسان ماء، يعني راني عبرت دائما بنفس الكاس 2 كيسان معمرين تاع ماء. اذا بسم الله نبداو في طريقه التحضير. اول شيء نديرو اذا في الكاسرول تاعنا نديرو السكر هكذا ونفرغ فوقه المايزينا. كاس معمر كامل ونزيدو مغرف تاع الجيلاتين، نخلطو هادو مع بعض. هكذا نخلطو مليح بالفويل، هكذا ونفرغو شوية تاع الماء. ونخلطو كلشي مع بعض هكذا. هكذا نخلطو مليح باش يتخلطو كل العناصر مع بعضها البعض. الآن راح نزيدو الماء ونزيدو نخلطو هكذا هكذا، ونزيدو نضيفو الكمية اللي بقات لنا تاع الماء كاملة، 2 كيسان تاع ماء. هكذا خلاص. الان راح نديروها، راح نكملوا فوق النار. اذا راني درتها فوق نار متوسطه ونقعدو نخلطو هكذا هكذا. هنا راهي كيما قلت لكم نار متوسطه ماشي قويه بزاف. الان راح نديرو مغرف تاع الليمون تاعنا ونخلطو مليح. ونزيدو مغرف تاع ماء الورد ونزيدو نخلطو. راح نقعدو نخلطو بالفوي هكذا في نار متوسطه، نشوفوها يعني حمات مليح، نقصوا النار نديروها هاديه بزاف قليله بزاف، ونقعدو نخلطو بالفوي خطره لا خطره، غير نوخرو يدينا نخلوها غير ترتاح شويه ونعاودو نخلطو من جديد. اذا قبل ما تبدا تغلى انا راني نقصت النار نديروها نار هاديه، راني بدلت الفوي يعني هنا نحتاجو المغرف لان غادي نقعدو 40 دقيقه وحنا نحركو فيها على نار هاديه هكذا. دونك نقعدو
خضره لخضره، نريحوا يدينا شويه لكن ما نحبسوش تحرك، نقعدوا غير نحركوا فيها لمده 40 دقيقه كامله حتى يعني تتقال مليح مليح مليح. دا راح يولي القوام تاعها راح تتقال، نحبسوش يعني قد حرك خضره لخضره، يعني نريحوا لكن واصلوا نحركوا فيها، هي يعني متعبه قليلا. الان راح نضيف لها البيستاش تاعي ونواصل تحرك هكذا. نتوما قادرين يعني اذا حبيتوها تكون كولوري او ملونه، قادرين يعني ديروا اي ملون تبغوه، يعني احمر اخضر اصفر اي ملون يعني تبغوه قادرين ديروه يولي عندكم هذاك اللون، لكن انا اليوم غادي نخليها هاك بهذا اللون يعني الشفاف كما راكم تشوفوا. يعني مع وهي قادرين يعني ما ديروش فيها المكسرات، مكسرات ثاني قادرين ديروا اللي تبغوا، كما قادرين يعني ما ديروش اصلا وديروا لها الملون، لكن انا يعني بما اني درت البيستاش يعني راح نخليها بهذا اللون تاعها طبيعي اللي هو الشفاف كما راكم تشوفوا هكذا، ونقعدو غير نحركو هكذا كما راكم تشوفوا. القوام تاعها راه تقيل، الخليط تاعنا الان راه جاهز. انا هنايا راني درت الزيت في البلا تاعي او الصينيه، وزدت فوقها المايزينا يعني نرشوها كامل فوق الصينيه المدهونه بالزيت هكذا، وراح نحط انا راح نديرها بهذا القالب، تكبروه او تصغروه، هذا القالب يعني ممتاز، تكبروه او تصغروه على حسب يعني الحجم اللي راكم باغيينه. اذا ما كانش عندكم يعني عادي ديروها في اي صينيه عاديه، ديروا لها الزيت كما قلت لكم، وتزيدوا تحطوا فوقها المايزينا، او قادرين ديروا بابي سلفيغيزي في البلات تاعكم وتزيدوا فوقه المايزينا. راح نزيد شويه زيت هنا في الحواشي تاعي او لي باغوا تاع القالب هكذا غير من التحت على حسب ما غادي توصل الحلقومة تاعنا هكذا، ونفرغ الخليط تاعي مادامه حامي هكذا. نفرغوها كامل في البلاط تاعنا او الصينية، ونمشوها هكذا، وراح نمشوها في كامل الجوانب هكذا هكذا. خلاص هكذا الحلقومة تاعنا راهي واجدة. الان راح ندخلوها للثلاجة ونخلوها ليلة كاملة، وغدوة ان شاء الله نجبدوها ونكملو. راهي الحلقومة تاعنا باتت ليلة كاملة، الان راح نديرو شوية مايزينا هنا في الخدمي او السكين هكذا باش يساعدنا يعني باش نقطعوها، وراح الاولى نسقمها هنا في الحواشي you
ونحلو لي باغو هنا تاعنا. هكذا الان راح نضيفو شويه مايزينا هنا من فوق في السطح ونمشوها على كامل الحلقومه تاعنا هكذا. خلاص ونبدا نقطعو فيها. دائما المايزينا تكون في الخدمهنا تاعنا او السكين ونبداو نقطعو فيها مربعات. هذه هي حلقومه الفستق تاعنا راهي جاهزه كما راكم تشوفوا. المذاق تاعها يجي روعه. قادرين يعني ديروا فيها الكولورون او الملون وديروا اللون اللي حبيتوه كما راكم تشوفوا. هذه هي قربها لكم باش تشوفوها مليح هكذا. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم. كالعاده نقولكم ما تنساوش الاشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.